ناخذ معادلات ستيت سبيس. اخذنا معادلات ستيت سبيس اكس دوت تساوي اكس اي اي اكس بلس بي يو واي تساوي سي اكس بلس دي يو. هلا هدفي اني احول اطلع علاقه ما بين مين الانبوت للسيستم والاوتبوت واي. بدي اطلع ترانسفير فانكشن ما بين يو وواي، فراح اسمي هذه هون واحد واسمي هذه هون اثنين. راح ناخذ اللابلاس ترانسفورم تبع واحد، فراح يصير عندي اس اكس اوف اس يساوي اي اكس اوف اس زائد بي يو اوف اس. راح نسمي هاي ثلاثه، راح ننقل اي للجهه الثانيه، فبصير عندي اس اكس اوف اس ماينس اي اكس اوف اس بتساوي دي يو اوف اس. بدي اطلع الان اكس اوف اس برا، اس اي ماينس اي اكس اوف اس تساوي دي يو اوف اس. اوكي ماشي، الكل واضحه هاي ايش عملنا هون؟ لا ممكن تيجي. اوكي هلا انا عندي هذول مشكلتهم ماتريسيز مش سكيلرز. لو انهم سكيلرز كان بطلع اكس اوف اس برا والجوا ايش بضل عندي؟ اس ماينس اي واي سكيلر، ما فيش مشكله. بس هذول مش سكيلرز، هذول فيكتورز من هون، وانا عندي اس هون. هلا بدي الاقي الاشي اللي اذا ضربته في اكس اوف اس برد بعطيني اكس اوف اس اللي هو الواحد احنا عندنا بالهاي، بس بالماتريسيز هو ايدنتي ماتريس. فهلا نتاكد انه لسه ضل عندي نفس الشيء. لو ضربت اس سكيلر وكانه رب، ضربت اي في اكس اوف اس راح يضل يعطيني اكس اوف اس في اس، وهون لو ضربت اي في اكس اوف اس هذا ما فيش مشكله، هاي اي اي اكس بضربهم وهذه راح تكون فيكتور. الوحيد السكيلر هو كانه اس. اوكي هي صارت عندي هاي. هلا حتى انقل هاي للجهه الثانيه بالسكيلرز شو بنعمل؟ بنقسم، بس الهاي بدنا نعمل انفرس. فراح اضرب حتى نكون واضحين، عم اضرب اس اي ماينس اي تو ذا ماينس 1 في اس اي ماينس اي في اكس اوف اس بتساوي اس اي ماينس اي ذن ماينس 1 مضروبه في بي يو اوف اس. اوكي حتى نتخلص من هذول الاثنين بضربهم بعض بعطوني الايدنتيتي ماتريكس، والايدنتيتي ماتريكس مضروبه في اكس اوف اس بتعطيني اكس اوف اس. فصارت عندي هلا اكس اوف اس بتساوي اس اي ماينس اي تو ذا ماينس 1 بي يو اوف اس. فحسبني هاي 7 هاي 6 هاي 5 هاي 4 هاي 3. اوكي ماشي لحد الان. هلا عزلنا هون حطينا اكس اوف اس، لاني شو بدي اعمل؟ مين بدي اتخلص؟ ايش اللي بدي اتخلص منه انا؟ مين انا عم بركز؟ مين بدي اركز؟ الاكس بتخلص على الانبوت والاوتبوت، فبدي اتخلص من اكس، فجهزت اكس عشان اعوضها في المعادله الثانيه. هلا ناخذ المعادله هاي الثانيه، اذا بدنا نكون دقيقين لازم نحولها لواي اوف اس بتساوي سي اكس اوف اس زائد دي يو اوف اس، هذه 2 اي. ولو اخذنا هلا من هون محل راح يصير عندي واي اوف اس بتساوي سي بدها تنضرب الان في اكس اوف اس، بس هي اكس اوف اس، فبتصير عندي سي اس اي ماينس اي ماينس 1 دي يو اوف اس. هل الماتريسيز كوميوتيتف؟ ايش يعني كوميوتيتف؟ يعني اي في بي بتساوي بي في اي؟ لا. اوكي اذا لازم احافظ على الترتيب، لازم انتبه على هذا الترتيب اللي موجود هون. وعندي هذول هلا صار هاي زائد دي يو اوف اس، هاي سميتها 9 من هون، وصار عندي هاي بتساوي الان سي اس اي ماينس اي ماينس 1، لكنها ديستريبيوتيف. مبادرة عملية. اوكي؟ واضح شو يعني ديستريبيوتيف؟ توزيع. توزيع، بس مش كوميتيتف. كوميتيتف بصيرش اعكس، اي بي ما بتساوي بي زي. فاخذت انا هذول، فهاي مضروبة في يو اوف اس، وهاي مضروبة في يو اوف اس. صارت هاي زائد هاي مضروبين في يو اوف اس، وهاي المعادلة اللي بتهمنا من هون اللي هي صارت معادلة 10. إذا جينا طلعنا هلا واي اوف اس على يو اوف اس بدها تساوي جي اوف اس وتساوي، وهدول كانوا سنجل انبوت سنجل اوتبوت مش هيك؟ ولا ما اشترطنا احنا هم سنجل انبوت سنجل اوتبوت؟ بتساوي سي اس اي ماينس اي تو ذا ماينس 1 بي بلس دي من هون.
هلا احد الاشياء بدنا ننتبه عليها، هذه هون عندي انفرس مش هيك، والانفرس هذا اللي موجود لما بعمل انفرس للماتريكس ايش راح اقسمه؟ على الديتيرمينانت. اذا هون راح يكون في عندي قسمه سموير على اس اي ماينس اي الديتيرمينانت تبعت اس اي ماينس اي، وراح اعتبر اللي بضل عندي في النهايه هو كيو اوف اس بيساوي واي اوف اس على يو اوف اس. اوكي هلا صار عندي هاي شغله مهمه، هون عندي هون في المقام في شيء الديتيرمينانت هذا وفي له زيروز اللي هي نفسها ايش ايش بتذكرنا تعريف البول، ايش كان تعريف البول في الاس دومين؟ ايش تعريف البول في الاس دومين؟ موقع الروت، الروت تبع مين؟ كاركترستيك ايكويشن. تمام، شو الكاركترستيك ايكويشن؟ هي كانت المقام، المقام. اذا الفاليوز تبعت اس اللي اذا حطيتها في الترانسفير فانكشن شو بتخلي الترانسفير فانكشن بتساوي؟ اذا عندي بشكل عام اف اوف اس بتساوي مثلا جي اوف اس على اتش اوف اس، الروتس تبعت الهاد شو بتخلي هذا قيمته؟ زيرو، واذا خلته زيرو بصير هذا على هذا شو بيساوي؟ انفينيتي. اذا اس تعريف البولز تبعت الترانسفير فانكشن هي قيم اس اللي اذا عوضتها بالترانسفير فانكشن بتخلي قيمه الترانسفير فانكشن انفينيتي. إذا طلعنا هون الروتس تبعت هاي الإيكويشن هون الديتيرمنت اللي بتخلي هذا الديتيرمنت هذا يساوي هي ال صارت كأنها هي البولز تبعت الترانسفير فانكشن. بس إيش هم هدول S I minus A؟ S I minus A تساوي زيرو، عم تعطيني إيش؟ الايجن فاليوز تبعت الايجن فاليوز تبعت، إذا الايجن فاليوز تبعت ال A الماتريكس هم البولز اللي بحددوا الاستابيليتي تبعت الإيكويشن.